أهلا بكم متابعي قناة أخبار عربية ومعلومات. العرندس ديالي، بغيت نقول العدروس ديالي، أشنو بالك نولدو شي درغام ولا غدا نفر يعمر علينا هاد القصر؟ يا عيني عليك، عجبتني الفكرة، جد رائعة. سمعتوا لي أنا سمعتها؟ شحال هادي وانا كنحلم يكون عندي شي باشيق ولا شي قمقام، وعلاش لا ما نولدوش قمقم كاع؟ وكان واعدك في السبوع غادي نذبح أسد وغتكون الأمور طيبة يا عيني.